تاعنا راح يكون هو عباره عن اسم ايفان ويجو فيه المتحدثين هنا يهضروا على الخيرنا التام تاع هذا العام تاع 2021 حول التجاره الالكترونيه والعمل الحر وشركات ناشئه على الانترنت. تسمى الهدف تاع ايفان تاعنا كيفاش نخلوا لي زيتيديون يديروا دي بروجي تاعهم بيرسونيل في الانترنت باش يستغلوا الانترنت في عود ما تكون في الجانب السلبي نستغلوه في الجانب الايجابي باش الواحد يطور المهارات تاعو ومن طون يكون عنده واحد الفائده ربحيه من الانترنت. في ملتقى اليوم ملتقى غردايا توكس الذي كان يتحدث عن الإي كوميرس والفريلانس، يعني الاستفادة كانت قيمة جدا. أولا من المؤطرين اللي قدموا لنا معلومات كانت في القمة على الديجيتال ماركتينج، على الإي كوميرس، على هاو تو ستارت بزنس. وشيء ملاحظ أنه حتى المؤطرين كانوا شباب، يعني شباب وطاقات من ولاية غردايا. التغطية تاع نشاطات كيما هذه مقدمة للشباب. الحدث تاع اليوم غردايا توكس هو حدث مميز، فيه أكثر حاجة ميزته هو أنه حدث أوريجينال، حدث كرييتيف، يعني خرج من غردايا. غردايا توكس خرج من غردايا، من قبل تنظموا أحداث أخرى كثيرة في غردايا سواء عالمية أو محلية، لكن الحدث هذا كان خاص جدا لأنه مجموعة شباب من غردايا جابوا الفكرة وسعوا باش يطبقوها، وحتى الآن هم مطبقينها بنجاح. اليوم سعيد جدا أني أتحدث في هذا الإيفنمو الكبير، يعني هذا الحدث اللي اسمه غردايا تولك، اللي يتحدث على مواضيع عديدة جدا منها الفريلانسينج وستارت ابس والإي كوميرس والتجارة الإلكترونية. صراحة أنه الجزائر تسخر بشباب شباب مبدعين كثيرين جدا في مجالات عديدة، وهذه كانت فرصة أن نتعرف عليهم أكثر، وكانت لي كذلك فرصة أن نتحدث عن بعض تجاربي في هذا الميدان. في هذا الفيلم راح تفهموا بالدي